اليوم نحن نحارب بسوريا. لنقل الأمور بصراحة. من يحارب بسوريا سماحة الشيخ؟ حزب الله. حزب الله يحارب بسوريا؟ نعم. أو يدافع أو يساعد اللبنانيين الموجودين في القرى والبلدات السورية للدفاع عن أنفسهم؟ الشيعة بسوريا ليسوا بحاجة لمن يدافع عنهم، بل بالعكس، حتى الشيعة نحن ورطناهم، نحن زجيناهم. اليوم الشيعة بسوريا بخطر بسببنا، من ورائنا، نحن نتحمل مسؤولية أذى أي شيعي في سوريا. نحن الذين سببنا لهم المشاكل، نحن الذين سببنا لهم الألم. السوريون، الشيعة السوريون ليسوا بحاجة لمساعدتنا ومناصرتنا. اليوم نستطيع من خلال خطوات إيجابية صحيحة ننأى بأنفسنا عن جد عن الصراع بسوريا. لكن الحزب لا يتحدث عن الشيعة في سوريا، يتحدث عن الشيعة اللبنانيين، عن الشيعة الموجودين في الأراضي السورية أو على الأراضي السورية والسوريين في سوريا. أنا أتحدث عن الطرفين. كذلك السيدة زينب مش بحاجة حجارتها لمن يحميها. ليش السنة هنا يعني بيكرهوا السيدة زينب ونحن من حبها؟ السيدة زينب جليلة عند كل المسلمين. هذا كلام فارغ، هذه يافطة للاختباء خلفها، سواء كان موضوع حماية اللبنانيين في سوريا الشيعة أو حماية مقام السيدة زينب، هذا لعملية تضليل لبعض البسطاء والإيحاء لهم بأمور غير حقيقية. الموضوع ليس هنا، الموضوع حماية النظام، الموضوع الدفاع عن الظالم المجرم الذي يقتل شعبه. أيعقل أن الشعب السوري يقصف ويدمر بكل أنواع الأسلحة؟ ولا مرة سوريا استخدمت صاروخ باتجاه فلسطين منطقة. أنا بدي أسأل سؤال، من المستفيد الوحيد؟ إسرائيل. صح. يعني نحن اليوم نقوم بخدمة العدو الإسرائيلي، دخولنا إلى سوريا يخدم العدو الإسرائيلي. وأي خدمة أيها القيادة الإيرانية، أي خدمة أكبر من هذه الخدمة للإسرائيليين ولأعداء الأمة ولمحتلي القدس الشريف؟ أي خدمة داخل سوريا؟ ألا يحق لحزب الله أن يقوم بهذا الأمر؟ لا، حزب الله، خلينا ننتبه، حزب الله يورط شيعة سوريا بمأساة كل قتيل في سوريا من الشيعة. حزب الله سبب قتله، كل بيت يدمر، كل شجرة تقطع، حزب الله يتحمل مسؤولية وإيران تتحمل مسؤولية. كان باستطاعتنا أن نجنب شيعة سوريا وشيعة لبنان والمنطقة الصراع المذهبي الكريه. في شعب وفي حاكم ظالم، هالشعب يريد أن يتخلص من هذا الحاكم. لا يجوز لنا نحن ندعي بأننا أنصار الإمام الحسين ونبكي على مظلومية إمام الحسين، وحينما نتحدث عن أن الإمام الحسين لما خرج ضد الظلم، لأنه لا يجوز. طيب ما هذا ظلم؟ طيب بس ما حد شايف هذا جريمة. أنه نطلع نحن نشتم إسرائيل بالإعلام ونتحدى ثم نذهب إلى سلاح المقاومة وشباب المقاومة، هؤلاء غالين على قلبنا كثير، هؤلاء أنا جدا حريص عليهم. أنا حينما أرى أو أسمع أن شاب من شبابنا الطيبين أخذ إلى سوريا وقتل وجيء به إلى لبنان تدفن روحي معه. لما هذا الفعل المنكر؟ لما هذا العمل الخاطئ؟ لما هذا حرام؟ هذه جريمة ارتكب. نحن بدل أن يكون شبابنا لقتال العدو الإسرائيلي صاروا لخدمته. أنا أعرف أن الفرحة الكبرى في إسرائيل اليوم بما يفعل حزب الله. الآن بعض الناس يسألني بعض الأحيان، أيعقل أن الإسرائيليين يمكن أن يوجهوا ضربة إلى لبنان، إلى المقاومة؟ أنا أضحك وأقول له ولماذا؟ بالعكس، اليوم الإسرائيلي هو أحرص الناس على حزب الله والمقاومة إذا كملت طريقها في القتال في سوريا، لأنه لا يمكن لأي جهة أن تخدم إسرائيل أكثر من هذه الخدمة التي نقدمها نحن اليوم. لكن السيد حسن نصر الله يستمر في كلامه التصعيدي
ضد إسرائيل، وقد سمعناه في خطابه الأخير حيث هدد بضرب منشآت حيوية في الداخل الإسرائيلي أو في العمق الإسرائيلي في حال فكرت إسرائيل بشن أي غارة أو أي عدوان على لبنان. ولن تفكر إسرائيل بالعدوان على لبنان، بل بالعكس إسرائيل حريصة جدا اليوم على حزب الله الذي يقاتل في سوريا، لأنه يشكل عمليا نحر للأمة الإسرائيلية. ليش الأمريكاني إلى اليوم ليش هو ما سمح لحدا يسلح المعارضة بسوريا؟ من حامي معلش من حامي النظام السوري حتى اليوم؟ من مانع المقاومة في سوريا من إسقاط النظام حتى اليوم؟ الأمريكي. الأمريكي واضح لا يريد أن يسقط النظام الآن. بعد اليوم يعني الشعب السوري يقتل منذ عشرات السنين، يذبح، نحن نعرف بالسجون السورية ماذا يحصل من زمان، لكن ولا أحد يتكلم لأنه في تواطؤ عام. خل تقتل عربي ودولة حول هالموضوع. اسألك، هل من يقتل من حزب الله في سوريا هو شهيد؟ شهيد لأنه قتل أطفال المسلمين، شهيد لأنه روعهم، شهيد لأنه دمر بيوتهم، شهيد لأنه عم يحرر فلسطين. لا، ليس شهيد، ليس شهيدا، هذا إلى جهنم أكيد بنص القرآن الكريم. يسألك أنه لماذا الشيعة لم يخرجوا حتى الآن بمظاهرة واحدة فقط تنديدا بالجرائم التي تحدث في سوريا، ولماذا لم يقدم الشيعة شربة ماء واحدة للنازحين السوريين على مدى سنتين ولو من باب التقية؟ أنا كنت بتمنى أنه يسأل السؤال بطريقة تانية. كل إنسان يعرف بأنه الإسرائيلي ليس من مصلحته أبدا أن يعكر مزاج لحزب الله طالما هو منخرط بما هو حقيقة خدمة للعدو الإسرائيلي. وللأسف الشيعة، للأسف الشيعة جزء من هذا المشروع، مثل موضوع أي موضوع آخر، حماية الشيعة بسوريا، حماية سيدة زينب إلى النهاية، موضوعات أو عناوين أو أطر للتغطية على حقيقة مرة يجر إليها الشيعة جرا رغما عن أنوفهم. إذا أنت لاحظت كثير من الدول اليوم ربما تريثت في الموضوع السوري لأنه في إشارات أمريكية خلت الناس يعني تقف وتصبر وتراجع حساباتها. الإشارات الأمريكية غير مشجعة للمعارضة السورية. الإشارات الأمريكية وكأنه واضح أنهم يريدون أن يكمل النظام تدمير سوريا. ومن هون أنا بقول أنه الأمريكيين والروس شركاء بجريمة بما يزيد في سوريا.